أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء صدق الله العظيم.
جزاک اللہ جناب قاری مشتاق احمد نعیمی نقشبندی صاحب آیت بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. ملک میں سوں